شيخ عصام العلاقة بين الظلم والكفر. يعني هو في علاقة طبعا واضحة وبينة جدا، ما فيش تعارض بين الآيات، والكافرون هم الظالمون، ونظر الظالمين فيها أجدثية إلى آخر الآيات. لو كمل وجاب بقية الآيات اللي عن الظلم هيلاقي آية تحل له المشكلة دي في سورة الأنعام. في سورة الأنعام وفي سورة لقمان. في سورة الأنعام سيدنا إبراهيم لما حاجه قومه قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة قالوا يا رسول الله ومن منا لا يظلم نفسه؟ من منا لا يظلم؟ يعني ما الظلم موجود، فازاي احنا معناه ما احناش اهل الايمان ولا الامن؟ فقال لا، مقصود من ذلك بالظلم هنا اي الشرك. اما سمعت قول لقمان يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فاعلى الظلم انواع، واعلى انواع الظلم الشرك بالله، انك ظالم لنفسك، ان ربنا اللي خلقك من عدم واعطاك وانعم عليك واسبغ عليك نعمه ظاهره وباطنه ثم لا تعبده، كما قال تعالى في الحديث القدسي الجليل اني والجن والانس في نبأ عظيم اخلقه ويعبد غيري وارزقه ويشكر سواي، خيري للعباد نازل وشرهم الي صاعد، اتودد اليهم بالنعم وهم احوج شيء الي. فتفسير كل جمع الايات ده مقصود بها الظلم الذي هو هنا الشرك بالله عز وجل، هو اعلى درجات الظلم. الظلم انواع، في الظلم في العقيده الشرك بالله، في ظلم الانسان للناس، في ظلم الانسان لنفسه، ظلم الانسان للناس يظلمهم بياكل حقوقهم بيسرقهم، ظلم الانسان لنفسه ان يقصر في العبادات ويفعل المحرمات زي اللي بيكذب، زي اللي تارك الصلاه، زي الذي لا يزكي. انت ظالم لمين؟ لنفسك، لانك انت بتودي نفسك فين؟ في جهنم. فانت الان تقصر مع نفسك. فالظلم انواع ودرجات كما يعني بينت الايات الكريمه في القران الكريم. فلو جمع الايات على بعض سيتضح له ما ذكرناه يعني.